قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء إن صفحات ومنصات تنظيمات متطرفة وخاصة التابعة منها لتنظيم داعش الإرهابي دشنت حملة ضخمة لحث أنصارها على الاستعداد لشن هجمات بالتزامن مع احتفال العالم بأعياد الميلاد. وشدد المرصد في بيان على ضرورة بذل كافة الجهود الأمنية والاستخباراتية لمنع هجمات الدهس والطعن خلال أعياد الميلاد، كونها تمثل طوق النجاة للتنظيم للعودة إلى واجهة الإرهاب العالمي مرة أخرى.